السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا يقول: قائد عسكري بصنعاء يتساءل هل تجرؤ موسكو على بيع S-400 و500 لخصوم أمريكا. وإلى التفاصيل. اعتبر قيادي عسكري في القوات المسلحة اليمنية بحكومة صنعاء إسقاط طائرة عسكرية روسية بنظام باتريوت الأمريكي من الأراضي الأوكرانية إهانة لروسيا. وعلق العميد عبد الله بن عامر نائب مدير التوجيه المعنوي بالقوات اليمنية بصنعاء في منشور على حسابه بموقع إكس على ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الطائرة العسكرية الروسية التي أسقطت الأسبوع الماضي، والذي قال إنها أسقطت بنظام باتريوت الأمريكي من أراضي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. وقال العميد بن عامر: يفترض بروسيا ردا على ذلك تزويد الراغبين من خصوم أمريكا بنظام S-400 وS-500، وهذا أقل ما يمكن توقعه من موسكو، متسائلا في ختام منشوره: ولكن هل تمتلك روسيا الشجاعة لفعل ذلك؟ ويرى مراقبون أنه من النادر أن تجد دولة وجيشا يمتلك الجراءة على استخدام ما لديه من أسلحة لضرب القوات الأمريكية في أي مكان، وأيضا الجراءة على إسقاط الطائرات الأمريكية نظرا لما يمثله الأمر من إهانة بالغة لأمريكا التي تعتبر جيشها الأقوى عالميا. ولهذا فإن بيع روسيا لمنظوماتها الدفاعية الجوية إس بأجيالها المختلفة قد لا يجدي نفعا في رد الإهانة الأمريكية لروسيا بعد إسقاط واشنطن طائرة عسكرية روسية، كون الدول التي تمتلك منظومة إس لا تملك الجرأة على استخدام منظومة لإسقاط الطائرة الأمريكية في حال كانت في مواجهة مع الجيش الأمريكي. وحدها اليمن هي من امتلكت الجراءة على إسقاط الطائرات الأمريكية المسيرة الأكثر تطورا على مستوى العالم مع بدء التدخلات الأمريكية في اليمن بسبب موقف الأخيرة في مساندة الشعب في مساندة المقاومة والشعب الفلسطيني ومواجهة كيان الاحتلال. ولهذا قد تكون اليمن البلد الوحيد الذي يمتلك الجراءة على إسقاط حتى المقاتلات الأمريكية وليس فقط الدرون، إذا ما امتلكت صنعاء منظومة دفاعية قادرة على مجابهة المقاتلات الأمريكية، أو توصلت لإنتاج منظومة دفاعية محلية الصنع مكافئة لمنظومة S-400 وS-500 الروسية. علما أنه من غير المستبعد أن تصل اليمن لهذا المستوى من التطور في حال حصلت على مساعدة من بعض الأصدقاء الدوليين ولو لمجرد المساعدة في التقنيات المستخدمة في المنظومات الدفاعية القادرة على إسقاط الطائرات المقاتلة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وهذه خالص تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.